اهلا بيكم معانا في حلقه جديده من بالهنا. النهارده عامل لكم بط لطيف جدا جدا لايت، جربوه معانا، وشراب المكسرات. انتظرونا. اهلا بيكم معانا مره تانية بعد الفاصل، وزي ما قلت لكم النهارده عملت لكم بط لايت. يعني ايه بط لايت؟ بط زي ما انتم شايفين اهو، نفسي تتفرجوا عليها، اللي عملها اللي عناها من جلدها، وهو اكتر حاجه بيبقى فيها الفات دايما الجلد وما تحت الجلد، الشغط والحاجات دي، فده خلاص شلناه. عندنا بصل، اول حاجه انا عايزه بصل كتير. في البصلتين اللي شايفينهم صحاح دول هيبقوا للشوربه اللي هنسلق فيها الفرخه، مع فلفل اسود حب، مع حبهان ومستكة، ورق لوري، عارفين الستار انيس، الانس ده اللي احنا بنجيبه، نجمه الانيس، قرفه، كل البهارات اللي عندكم حطوها. انا عايزه الشوربه نفسها يبقى فيها كل الروايح دي وبس. وعايزه بصل كتير بقى، عايزه مثلا لو بطايه 2 كيلو عايزه قدامها 2 كيلو بصل. ماشي، بصل كتير. هي تعتمد المرتة، انا مش هضربها، انا هعملها جوليان بالطريقه دي عشان طعمها بعد كده هيبقى حلو قوي. وخليكم معايا بقى الدنيا هتمشي ازاي. اول حاجه هنعمل كده اهو، عندنا بتاعة مغليه نحط فيها البصلتين اهو، احط فيهم شويه فلفل اسود حب، هنحط شويه حبهان. يا جماعه الاكله دي رائعه وخفيفه. لو عايزين نعرف كم الفات او كم الدهون اللي في الاكله دي، فلو احنا كنا عملنا البط زي ما هو بير سيرفنج، يعني بان احنا ندي سيرفنج لحد واحد، يعني 200 جرام تقريبا اللي هو صدر وكده، بس احنا مش هنعملها صدر، هتفهموا بعدين ايه اللي هيحصل. هتبقى 55.2 كونتنت اوف فات، يعني فيها 55.2 دهون. لما نشيل الجلد بتبقى 26% بس دهون. خلاص بنعمل الشوربه زي ما بنعمل الفراخ. زي ما قلت لكم لو حطينا شويه قرفه بتاع هتبقى حلوه جدا جدا. نجيب البطايه بعد ما عملناها بالطريقه دي، ومش لازم تبقى بقى بحالها لان احنا بعد كده هنفصصها. ناخدها كده هلابيله، البطايه يا حرام اللي قلع هدومها خالص دي، وننزلها كده ونسيبها تستوي على اقل من مهلها. عايزاها تستوي زي ما بنسلق البط، بياخد وقته لغايه لما يستوي خالص. وبعدين ايه بقى اللي بيحصل؟ هقول لكم بعدين ايه اللي بيحصل. ناخدها هلابيله كده اهو، احنا بس عشان كنت اوديكم ازاي الواحد بيسلق البط. بعد ما طلعت البطايه كل اللي عملته ان انا جبتها وفصصتها، شلت منها العظم كله وهي بتبقى مستويه قوي فبتبقى بالمنظر ده، وشلت الشوربه بتاعتها دي، اهم حاجه شوربه البط هي اللي هتعمل لنا الشغل كله. ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ اللي هيحصل دلوقتي ان احنا نيجي كده هنا ونحط هنا الحله بتاعتنا الثانيه نقطه زيت، يعني مش احنا بقى هنشيل الفات فهنحط زيت كتير، نقطه زيت. هحط نقطه زيت اهي، دي بالظبط معلقه، معلقه يعني 45 كالوري على طول كده اهو من غير ما نتكلم. بعد ما نعمل كده هننزل بالبصل، هنفضل بقى نعمل في البصل لما يا حرام يتبهدل خالص، نقعد نقلب 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 لغايه لما يتكرمل. لسرعه الكرمله بنحط شويه سكر، ماشي، مهم جدا. ومعاها برضو هحط مستكه، هحط حبهان، هحط شويه فلفل اسود برضو. خليني بس ايه اقلب. هي زي المرته العاديه يا جماعه اللي احنا بنعملها، بس كل ما هنزود السبايسز فيها كل ما ريحه الزفره. طبعا انتوا عارفين ان الحب الفلفل الاسود بيشيل ريحه الزفاره خالص من اي حاجه، والقرفه برضو بتشيل ريحه الزفاره، الكمون، كل الحاجات دي. بس انا ايه ما استعملتش كمون في دي. هنقلب قلب 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 قلب، وبرضو علشان ما نضيعش وقتكم انا كنت مجهزه شويه اوريدي معمولين، فهشيل ده واقلب ده واوريكم ده هيتعمل ازاي. ده البصل بعد ما نسيبه يتكرمل خالص، شايفين اهو، بكل بقى السبايسز اللي احنا حاطينها، وهزود لها كمان شويه سبايسز دلوقتي.
اللي هي ايه؟ عندي ما بعرفش دي قرفه، نقلب ده، ده الانيس اللي بقول لكم عليه بيدي لها ريحه تجنن، ينسون يعني. هحط برضو فلفل اسود حب، انا كنت حطيته هناك، وده بهارات. يا جماعه انتوا مش متخيلين الاكله دي حلوه قد ايه. هحط برضو هنا مستكه والحبهان. فدي الماركه بتاعتنا. وبعدين هنعمل ايه يا اماني بعد كل الحاجات الحلوه دي؟ بعد ما يوصل للمرحله دي عندنا دلوقتي الاكله متقسمه لحاجتين، البط اللي احنا مفصصينه وسلقينه بدون جلد، وعندنا البصل اللي احنا قعدنا نقلب فيه بكل البهارات دي لغايه ما يوصل للون الجميل ده. ايه اللي هيحصل بقى بعد كده والشوربه ايه دخلها وانتي ناويه تعملي ايه بعد كده فينا يا اماني؟ هقول لكم حالا. هنجيب طاجن اللي احنا هنقدم فيه. اللي هعمله ان انا هجيب شويه من البصل الحلو ده احطه هنا كده، مش قادره اقول لكم ريحته وطعمه. طبعا يا جماعه لما نيجي نعمل البصل اهم حاجه لازم نعملها ونفتكرها ان احنا لازم 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 نحط ملح واحنا بنعمله عشان ريحته ما تقلبش حاجه ما بنحبهاش. والبط اللي احنا مقطعينه ده احطه كده. الله الله الله. ونجيب بقيه البصل بتاعنا على الوش كده. يا سلام الريحه اوريدي رائعه. اهو الريحه تجنن. وانا بعمل الاكله في الاول ما حطيتش خالص ملح في الشوربه علشان وانا بعمل البطه، لان انتوا عارفين لما الواحد بيحط الملح للحوم في الاول بيقلل من السوى بتاعها يعني المده. اللي عندنا هنا بقى نعيد تاني، عندنا البط المسلوق اللي احنا عملناه المفصصينه، البصل اللي احنا مكرملينه بكل السبايسز بتاعتنا وشويه ملح، ودلوقتي يجي بقى دور الشوربه بتاعت البط اللي احنا كنا سالقينه بيها. اوكي اهو، وهمليها كده تاني زي ما انتوا شايفين. بس هميك شور ان الحاجات كلها كده داخله في بعض، شايفين صوصي ازاي. ونقوم واخدين الطاجن بتاعنا هيلا بيلا كده اهو. فلفل اسود بقى كتير، لو عايزين تحطوا حطوا. ناخد الطاجن بتاعنا شويه شويه نقوم هندخله الفرن بالطريقه دي، ونسيبها لمده ساعه، ساعه ونص، ساعتين، لغايه لما الصوص تلاقوه تقل، الشوربه دي دخلت سوت الحمام مره تانية، تحسوا ان انتوا في الاخر بتاكلوا زبده، مش عارفين انتوا بتاكلوا ايه، حاجه حلوه كده مسكره من كتر البصل اللي احنا مكرمينه والبط اللي يهبل، حاجه غير طبيعيه. زي ما اتفقنا 55 فات، وبعد ال 55 بقينا كام؟ 26، 55.2، فحاجه حلوه جدا. هناكل بط لايت، فانتظرونا بعد الفاصل عشان نعمل لكم الاكله الثانيه الحلوه اللي هتاكلوها. اهلا وسهلا بيكم تاني معانا، وتاني اكله هنعملها لكم النهارده هي شعريه بالمكسرات. ما هياش شعريه ملبن، لا، احنا النهارده عاملين شعريه حلوه عشان ناكلها بقى مع البط. الشعريه النهارده احنا دايما ايه اللي بنعمله في الشعريه؟ احنا دايما بنحمرها في زيت علشان تاخد اللون. المره دي احنا هنحمصها، فانا حمصتها. ده اول رمضان دايما بعمل الحكايه دي للشعريه وللسان العصفور، ما بحطهمش ابدا في زيت، لا، هو تحميص في تحميص في تحميص وبيوصل للمرحله دي. عامله ايه؟ انا جايبه الشعريه اللي متحمصه اوريدي، عندي فلفل اسود هحطه معاها وقرفه وبس، مش هعمل حاجه ثانيه، وهستعمل الشوربه بتاعه البطه برضه. نحط كده اهو الشعريه بتاعتنا، ونجيب المعلقه برده بتاعتنا اللي انا بحبها، شايفين لونها اوريدي يجنن. طبعا الزيت بيديها لمعه حلوه، مش هنقدر نقول ان الاكل الصحي
او الاكل اللي ما فيهوش فات ده حاجه طعمها مش حلو، لا انا بقول لكم ان الاكل المصري احنا ممكن نلعب بيه ونتحايل عليه وناخد اللي احنا عايزينه منه في الاخر. عندي دلوقتي هنا الشعريه، هحط هنا معاها شويه قرفه حلوين مش كتير عشان ما تمررش، وانا بحبها بقى مع فلفل اسود كتير تدي طعم رائع، وشويه ملح، مش هحط ملح كتير لان احنا عندنا اوريدي في الشوربه. نقلب قلب قلب قلب. ايه بقى كم الفات اللي في الـ في الـ في الحكايه دي؟ 45% 45 كالوري، ده مش كتيره اكشلي، 145 كالوري لان فيها مكسرات، المكسرات بتدي طبعا طاقه هايله، لو عايزين تعملوها من غير مكسرات فمش هيبقى فيه كل الكالوريز دي. وبالنسبه بقى للبتاع ده اللي احنا بنقوله عليه اللي هو الانرجي اللي هي او الفات، و7% بس فات، احنا الفات بتاعنا هيجينا بس من الشوربه وخلاص. ونحط بقى الشوربه نفس فكره الرز. الله الريحه، ريحه القرفه بالفلفل الاسود تجنن. وكل ده احنا ما حطيناش ولا نقطه زيت ولا نقطه اي حاجه في الدنيا. يلا هنسيب دول هتستوي حلو وكده الاكله بتاعتنا خلاص خلصت. بس يا جماعه هنسيبها بقى تستوي، وهو ده الطبق بتاعنا، شعريه قال يعني باستا، وبدل الرز ابو خلطه عملنا شعريه ام خلطه اهو بالمكسرات، واهو احلى ان شاء الله فطار تحبوه، خفيف جدا ما فيهوش اي نوع من اي فات، زي ما انتم شايفين انا ما حطيتش ولا نقطه زيت، حطيت معلقه واحده زيت بس اللي هي تقريبا ب 45 كالوري، معلقه زيت، معلقه زيت طعام بس اللي عملت فيها البصل اللي كرملت فيه البطايه. يا رب اكلاتنا تكون حازت اعجابكم، الحاجات كلها سهله وخفيفه واحنا عارفين طعم الحكايه، مش هيبقى طبعا بطعامه السمنه البلدي ولا الزبده ولا الزيت اللي احنا على طول متعودين عليه، بس نقلل شويه من الحاجات اللي احنا متعودين عليها دي عشان صحتنا زي ما اتفقنا، احنا عايزين نطلع من رمضان سامباتيك فورمه الساحل، احنا داخلين بعد كده على الصيف صح. اشوف وشكم بخير في حلقه جديده باذن الله من بالهنا، ورمضان كريم.